الصيام المتقطع بات في الأونة الأخيرة أحد أشهر أنظمة الحمية الغذائية لإنقاص الوزن، لكن السؤال هل صحيح أن الأكل في أوقات محددة يساعد على تقليل الوزن؟ اتباع هذا النظام يمكن أن يكون بأشكال مختلفة. الأول هو نظام الطعام المقيد بالوقت، الأكل خلال 8 ساعات في النهار ثم الصيام لنحو 16 ساعة قبل تناول الطعام مرة أخرى، وهو أكثر أنواع الصيام المتقطع شيوعاً. أما الثاني فهو صيام يوم بالتناوب مع يوم آخر، يستهلك فيه 500 سعرة حرارية في وجبة واحدة. والثالث هو نظام يتضمن 5 أيام أكلاً ثم تناول نحو 25% فقط من السعرات الحرارية المطلوبة في اليومين الباقيين من الأسبوع. صحيفة نيويورك تايمز نشرت نتائج دراسة صينية حديثة نسفت أن يكون نظام الأكل المقيد بالوقت ركناً أساسياً من أركان حمية الصيام المتقطع، معتبرة أنه لا يقدم أي فائدة، وقد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون مرض السكري أو يتناولون أدوية لضغط الدم، كما أن الأكل المقيد بالوقت قد يسبب الصداع والخمول وعدم التركيز والإمساك، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الطعام تحت ضغط هرمونات الشهية ومركز الجوع في الدماغ التي تنشط بشكل مفرط عندما نحرم الأكل. كذلك قد يتسبب بفقدان كبار السن لكثير من الوزن، مما يؤثر على العظام والطاقة وجهاز المناعة.